هنا الشيخ حمدان من الامارات. ما رايك في هذه المسابقه ديال الحمام؟ والله العظيم يا اخي مسابقه كانت حلوه قوي، لكن الحمام يطير والحرام ضرب الحمام واكله بالصدفه، مش عارف ازاي. الحمام جميل والله، ديكلاراسيون كانت عندنا جميله قوي، ولكن الشيخ ابو عبيده كان حلو، كان حلو النهارده. ابو عبيده، ابو عبيده، ابو عبيده يا حبيبي، رجل ميته يعني كل يا حمار. انت مش عارف بتكلم من ايه، انت بتكلم ايه، انت بتهزر ولا ايه؟ ولاخواننا في الوطن العربي يشوفوا اللوفت ازاي الناس بيعملوا اللوفت كده. كوكاكولا، كوكاكولا دي امريكانو، امريكانو يا حبيبي، امريكانو ده حلو قوي، ماروكانو، ماروكانو والله حلوه. بس الديكلاراسيون النهارده كانت حلوه قوي، والمره ديال هذه المسابقه يعني التنظيم هنا عبد وردان عبد اللهوي كانوا حلوين قوي. بس اخواننا في الوطن العربي انتوا شفتوا ازاي الحمام ده جا كده، جا حلو والله حلو. الى اللقاء في حلقه قادمه، في حلقه قادمه ان شاء الله. الى اللقاء، وكليك اصابع الحمراء. يلا صحيح.